متابعين على قناة صلاح الدين الفضائية ومهرجان التمور السابع لمدينة الضلوعية. ابقوا ويانا وخلي نشوف شنو نوعيات التمور الموجودة بهذا المهرجان. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم موجودة هذه نوعية بضلوعية، حصرا بضلوعية يعني منها الفدغة، المجهول، النيرسي، الأشقري، أم البخور، هاي كلها دخيلة موجودة، كلها الأصناف هاي بضلوعية موجودة. هسه أنا شفتها بالمعرض موجودة يعني من بساتين من داخل ضلوعية. هناك معرض للفسائل، يعني هناك سوق للفسائل موجود حاليا بضلوعية. هناك من يسأل هل موجود هاي فسائل موجودة بضلوعية ممكن أن نأخذ عليها ونحصل عليها؟ موجودة، نعم موجودة فسائل كثيرة بضلوعية، هذا موجودة. أساني التقيت بأحد الأخوة قال لي بيها فسيلة وحدة، فقلت له هذا لازم نكاثر منها، هاي النوعية نادرة جدا. أنا صار تقريبا 3 أشهر أدور هيش نوعية لأنه شفتها بمنطقة واليوم مجددة بالمهرجان. هاي النوعية نوعية نادرة جدا جدا نادرة، يعني ماسا موجود بالمهرجان نوعية واحدة من عنده، يعني مثل تقول مثل البرحي مثل هذا لا موجود بكثرة، بس هاي النوعية لا مدردب نفسها يعني. مهرجان التمور الشعبي والمحلي لمدينه الضلوعيه. لنا شرف كبير ان نشارك في هذه الالتفاته من قبل جماهير الضلوعيه في تنظيمهم للمهرجان السابع للتمور، وهي مناسبه زراعيه يفترض ان تاخذ مداها وصداها في كافه المناطق والنواحي القريبه من الضلوعيه وفي محافظه صلاح الدين بشكل عام. ولكن نلاحظ انه بعض النقاط اللي كان يفترض ان تكون مدعومه من قبل الحكومه، فلم نجد ممثل للزراعة ولم نجد ممثل للجهات الحكومية. مجرد أنه الصدى الإعلامي اللي حضرتكم تقومون به، وهذه حقيقة يعني نقطة إيجابية تضاف لحضراتكم. كذلك يعني نشيد بهذه المبادرة ونقترح أن تقوم الجهات الحكومية بدعم القطاع الزراعي من خلال القيام بإنشاء معامل أو مختبرات للتقنيات الزراعية الحديثة المتمثلة في الزراعة النسيجية، والتي ممكن أن تساهم في دعم هذه القطاع وتلبي الحاجات الحديثة من خلال الأصناف الجيدة لزيادة الرقعة الزراعية من التمور والأصناف اللي هي لها مشاركة وصدى عالمي، خصوصا وأن العالم مقبل على أزمات غذائية، وباعتبار أن التمور عادة هي ما تكون غذاء متكامل. فندعو من الحكومة ومن القطاعات الزراعية ومن المستثمرين القيام بإنشاء معامل الزراعة النسيجية ومختبراتها ودعم هذا القطاع الحيوي. نعم احنا حقيقة الدعم الحكومي يعني نعول عليه انه يتوجه به ليس فقط في الضلوعية ولا فقط في صلاح الدين، وانما للبلد بأكمله لحاجة الماسة لدعم قطاع الزراعة اللي هو مهم جدا. حقيقة يعني ما يميز المهرجان أيضا الحضور الكبير اللي
لاحظنا من اساتذه الجامعات مثل جنابكم الكريم وايضا كوادر اخرى موجوده. والله بالنسبه للحضور فهو حضور يمثل راي الناس في هذا القطاع الحيوي المهم وكذلك دعمهم غير المنقطع. سوف نقوم نحن باعتبارنا من الكوادر التدريسية في جامعة تكريت باقتراح مواضيع تخص الجانب الزراعي وخاصة التمور والقمح وما إلى ذلك من المحاصيل ذات الاهتمام والنفع العام اللي هي تعتبر غذاء في هذه المرحلة وفي كافة المراحل، وسنحاول إن شاء الله جادين أن ندعم هذه المبادرة ونحاول تنميتها إن شاء الله. نبارك لكم نجاحكم بهذا المهرجان المتميز على مستوى الضلوعية وعلى مستوى محافظة صلاح الدين. فيما يخص الزراعة النسيجية للنخيل، تفاصيل ذلك هناك من يتحدث عنه. الحمد لله رب العالمين، مهرجان السنوي السابع في التمور في الضلوعية. الحقيقة هناك أصناف مستحدثة وأصناف قديمة. الأصناف المستحدثة هي التي صعب زراعتها، تواجه صعوبة الزراعة التقليدية، فحقيقة نلجأ إلى طريقة الزراعة النسيجية كونها يعني من فسيلة واحدة ممكن أن تنتج عشرات أو مئات إلى آلاف الفسائل، يعني عن طريق زراعة الخلايا والأنسجة والأعضاء من هذه الخلايا من هذه النخلة، تأخذ خلايا عن طريق ظروف المختبر المعقمة تنتج أعداد مهولة من الخلايا، بعدين تجري عليها عمليات المعاملة بالهرمونات والكذا تنتج نبيتات صغيرة مرهفة، بعدها تضع على عملية الأقلمة، ثم تنتج عن طريق الأقلمة بعدين إلى شتلات، بعدين تنقل إلى التربة وتخضع للظروف البيئية الاعتيادية في البلد. فيما يخص الظروف البيئية، يعني تتعذر النبات النخيل وخصوصا التمور لغزوات من العناكب وقضايا كثيرة أخرى، يعني هل هناك وقاية زراعية لهذه الحقيقة؟ هناك العديد من الإجراءات، أولا طريقة نوعية المكافحة، نوعية المبيد، المكافحة الدورية، استخدام المبيدات المضمونة من شركات مضمونة ورصينة، إضافة إلى عمليات الغسل المستمر في حالة تكون الأتربة والعناكب قبل موسم النضوج. يعني أين تجدون الدور الحكومي في هذا المجال؟ حقيقة الدور الحكومي غائب تماما بهذا المجال. المهرجان والاهتمام بالمهرجان كله عبارة عن جهود فردية ذاتية، دعم داخلي. يتميز كل مهرجان ببصمة يعني متميزة عن الآخر. نعم. تميزتم بهذا المهرجان ببصمة تختلف عن الأخريات. نعم. نعم، حدثنا عنها وأيضا المتابعين المشاهدين. المهرجان لهذا العام طبعا يختلف عن الأعوام السابقة. أول شيء تشجيع أكثر وإقبال المشاركين أكثر وترحيب، وكذلك يعني دعوات أيضا من خارج المنطقة، ضيوف جو أكثر من العام الماضي، كذلك أيضا ظهور نوعيات جديدة من التمور يعني كانت لم تكن موجودة سواء أسماء أو أشكال، فالإقبال أفضل من هذا الموسم الماضي. أيضا المشاركات السنة وكذلك ترتيب التمور ونوعياتها وعرضها بصورة أجمل من الأعوام السابقة. نعم. مهرجان بهذا الحجم وهذه الكيفية، يعني كيف يتم الإعداد له؟ هل هناك ميزانية خاصة، دعم حكومي، جهات حكومية داعمة لكم بهذا المهرجان؟ الدعم هو من المشاركين فقط، الفكرة هي محلية وليس هناك دعم لا حكومي ولا دعم منظماتي أو أي شيء آخر، إنما دعم من الأهالي. كل المشاركين يجيبون نوعية من أنواع التمور اللي مزروعة أو قسم منها يعني مشترات من السوق المحلي، أغلب هذه الأنواع مزروعة هي في أرض الضلوعية. نعم، أتمنى لكم الموفقية إن شاء الله والاستمرار بهذه المهرجانات. لديكم مشاركات في مهرجان التمور الخاص بمدينة الضلوعية، مهرجان السادس، ما هي مشاركتكم وشو هي نوعيات التمور الموجودة بهذا المهرجان؟ والله حقيقة هناك نوعيات كثيرة، أنا بالنسبة لي مشاركتي الثانية هذه المشاركة، شاركت بالمشاركة الأولى قبل عام 9 أنواع، الآن شاركت 12 نوع،
هناك انواع كثيره من تمور البرحي، تمور التبرزل، العجوه، الزهدي، الخستاوي وانواع كثيره اخرى. يعد هذا طبعا المهرجان هو اعاده للفلكلور الضلوعيه. منذ ان نشانا ونحن نرى في الضلوعيه النخيل والبرتقال، هذه موجوده في الضلوعيه. بدات يعني كميات النخيل بالانقراض بسبب التوسع السكاني. الان كوكبه من الاخوه جزاهم الله خير بداوا باحياء هذا التراث. نشجع زراعه النخيل في مدينه الضلوعيه في محافظه صلاح الدين عامه وفي العراق. العراق كان من مصاف الدول اللي تصدر التمور، الان اصبح يعني متذيل تقريبا، لكن في السنوات الاخيره نلاحظ اقبال كبير جدا من قبل الناس، حتى في الحدائق يزرعون، في مزارع كبيره في الجنوب. شنو تمتاز مدينه الضلوعيه؟ يعني هل انه هناك نوع معين، صنف معين من التمور، هل هو صناعي تجاري يستفاد منه؟ نعم طبعا هو الصنف القديم كان في ضلوعيه صنف الزهد، وهو صنف تجاري صناعي راقي جدا حقيقه، لكن كثره هذا النوع وقلة الاهتمام من قبل طبعا الحكومة بهذا الموضوع، كان هناك شركة التمور، تعبئة التمور، تصدير التمور، الآن بدأت الناس تتجه إلى الأنواع التجارية، الأنواع الغالية مثلا البرحي، المكتوم، العجوة، التبرزل، البريم، هذه نوعيات، لكن فسيلها طبعا غالية، لكن الناس برغم أنه الفسيلة غالية تصل 300,000 250,000، لاحظ أنه الناس تزرع هذه النوعيات. طيب يعني توجهكم انتم، توجه الشخصي او ابناء مدينه الضلوعيه، توجه اكثر شيء حاليا لزراعه اي نوع من التمور؟ والله الان دخلت انواع، مثلا البرحي موجود، اصبح عجوه المدينه بدات تدخل، المكتوم بدا يدخل، خلاص بدا يدخل هذه الانواع، خضراوي موجود، برايم موجود بكثره، كل هذه الانواع موجوده. واحنا طبعا ندعم كل توجه بالمنطقه يحيي تراث هذه المنطقه ويشجع برجوع موضوع الزراعة اللي انقرض للسنين في عموم في كضلوعية وفي عموم محافظة صلاح الدين والعراق. أكررها، احنا مساهمين طبعا كمشاركين ومساهمين في إنجاح هذا المهرجان مع موجود من الأخوة من عائلة البابا، عائلة الأدهام، مشكورين طبعا، هي كلها يعني بجهود ذاتية، ماكو أي دعم حكومي لهذا الموضوع. وان شاء الله على السنه القادمه عندنا خطه انه نطوره في مكان اوسع وفي مشاركات اوسع ان شاء الله. اتمنى لكم الموفقيه ان شاء الله والنجاح بهذا المشروع. يعني كيف تجدون مثل هذه المهرجانات لمدينه ويعني عائله مختصه بهذا الجانب؟ طبعا يعني من المفرح ان نرى هكذا مهرجانات ما بها دعم، مجرد انه عائله وعده اشخاص يقومون بها وملتزمين. يعني هاي السنه السابعه احنا نحضر هاي المهرجانات ودا نشوف اكو تطور بها، اكو اقبال عليها ودا تتطور هاي المهرجانات حقيقه. يعني هكذا مهرجانات يعني تفتقر، نأسف انه تفتقر للدعم الحكومي. المفروض يكون دعم حكومي لهكذا مهرجانات لتطويرها، لتطوير الفلاح. اليوم قضاء الضلوعيه من الاقضيه اللي تشتهر بالزراعه حقيقه. اليوم يعني زراعه التمور هنالك اليوم اصناف نادره نلاحظها موجوده اليوم في قضاء الضلوعيه وفي هذا المهرجان. بالاضافه الى اليوم البلد يمر بشحه مياه، النخله يعني حقيقه ما تحتاج ماي كثير، فنلاحظ انه يعني ايضا انتاجيه، يعني كل نخله ممكن انه تنتج لها فد 100-150 كيلو. اليوم اسعار التمور يعني مو قليله، نريد نروح نشتري من السوق يعني مو اقل من 1000-2000 دينار سعر الكيلو. فحقيقه هذا فد مورد اقتصادي مهم، يعني ضروري يتوفر فد حتى لو دعم بسيط. يعني هو الدعم يحتاج الفلاح اليوم، يحتاج ربما مبيدات ترش هذه النخله حتى تكثر زراعتها، حتى يكون مورد اقتصادي للمحافظه وايضا لقضاء الضلوعيه. نشد على ايد العائله الكريمه اللي مواظبه على تنظيم هذه المهرجانات طوال هذه السنوات السبعه. من جانب اخر، نتحدث عن الحضور الاعلامي المميز، يعني رغم انه مهرجان محدود ونوعيات محدوده، ولكن نشاهد الحضور الاعلامي متميز بهذه مثل هذه المهرجانات. يعني حقيقه شاهدنا كثير من المهرجانات ربما بغير اقضيه او بغير محافظات عفوا، يعني ماكو مثل هاي المهرجان. هاي المهرجانات يعني بدت تتوسع سنه بعد اخرى، نلاحظ انه هنالك اقبال شديد، هنالك مشاركات ايضا من غير محافظات.
لذلك نشوف يعني اليوم الزخم الإعلامي على مهرجان التمور في قضاء الضلوعية، ونبارك للأخوة القائمين على هذا المهرجان، وإن شاء الله من نجاح إلى آخر. كنتم جزء من اللجنة التحضيرية مهرجان التمور الخاص بمدينة الضلوعية ولهذا العام، يعني كيف وجدتم التميز وكيف الإقبال وكيف نوعيات التمور وكيف وكيف وكيف؟ الحقيقة يعني ليس يعني نرجسية، لكن الضلوعية متميزة في كل شيء. الضلوعية تميزت في قتال الإرهاب، واليوم تتميز في أن تصنع لنفسها هوية من الجمال والإبداع، وهو مهرجان التمور. هذا المهرجان يعني حقيقة برسالة التسامح، برسالة المحبة، وبأيضا رسالة إلى الحكومة أن انتبهي إلى النخلة، فهي مصدر رزق للعائلة، مصدر كبير. الآن يتحدث الفلاحين عن أنه الكيلو التمر مثلا ب 2000 دينار أو يزيد. النخلة الواحدة مثلا ممكن تعطي في 100 كيلو مع رزق الله. إذن الحكومة مدعوة أنه تدعم الفلاح. اليوم أيضا لاحظنا ما ميز هذا المهرجان السابع، ميز بوجود أصناف جديدة لم تطرح من قبل. فلاحين من الضلوعية مزجوا بين أنسجة نخيل ما شاء الله وطلعوا صنف جديد. هذا إبداع، المفروض الحكومة تبحث عن المبدع وتدعمه حتى تتطور الحياة، حتى يرتقي العراق، يرتقي الاقتصاد العراقي، وتتعدد الأذرع، وأيضا تقل البطالة لأنه في فرص عمل كثيرة. ولكن مع الأسف إحنا ما جاي نلقى هذا. أتمنى التوفيق، وحقيقة سجلته العدسة وحضوركم والدخول، نعم. يعني شيء هو ما شاء الله هو هي هذا الرسالة الحقيقية الميدانية الإعلامية لمدينة تسمى الضلوعية. الضلوعية، نعم فعلا الحضور لافت وحضور نوعي، يعني مو بس الفلاحين، هناك مثقفين، هناك أساتذة الجامعات، يعني الكل حاضر هنا. ما نلاحظ يعني أغلب الحاضرين هم من خارج مدينة الضلوعية. حياهم الله ضيوفنا، حيا الله ضيوفنا وحياكم الله أيضا، ونجتمع على التمر إن شاء الله. نجتمع على الخير والتمر إن شاء الله، وهناك لبن أيضا. شكرا. يعني حضوركم اليوم بهذا الهندام وهذا الستايل الخاص، يعني علاقة التمر مع القهوة شنو علاقة؟ التمر يعني من زمان قبل، هي بداية العرب كان تمر وقهوة، هي شهرة العرب التمر والقهوة، فمشت يعني وياها قهوة تمر قهوة تمر ومشت على هذا، واليوم تنعاد نفس الآلية وان شاء الله تستمر على هذا النحو. أتمنى لك الموفقية وفنجان هاني إن شاء الله. شكرا جزيلا إن شاء الله، أتمنى لك الموفقية. أمل نطق بالشجار وجبال نبع والقمار، أمل نطق بالشجار وجبال نبع والقمار، وقعنا فضة وذهب وإحنا شدرها، وش حالات العمر لو ضاع بعمرها، يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا. الزميل العزيز أستاذ وليد، اليوم حضوركم شرفتونا بضلوعية ومهرجان التمور المتميز، يعني كيف وجدتم هذا المهرجان وكيف شاهدتم الحضور والنوعيات المعروضة؟ بداية زميلي جاسم والأخ علي وكل الأخوة حسين أبو علي، بارك الله بعمركم وأنتم تغطون هذه المهرجانات. حقيقة كانت هناك دعوة من قبلكم الأخ علي موسى لحضور المهرجان السابع، طبعا هو التغطية كانت بس عليكم، فحبيت أنه نأخذ لقطات لبرنامجنا. حقيقة أنا مبهور بهذا الحضور. إحنا تشرف بحضوركم، يعني مهرجان إحنا على الحال واحد. نعم، المهرجان يجب أن يطلع عليه كل أحبابنا بالعراق، يعني من أقصى البصرة إلى أقصى زاخو، لأن هنا مدينة الضلوعية مدينة الشهداء آني قلت، ومدينة التآخي ومدينة المحبة والعشائر الأصيلة. نشوف يعني كل أنواع التمور بال150 إلى أكثر من نوع من أنواع التمور، هاي المفروض تعرفها كل الناس. فالحقيقة اليوم أنا سعيد بهذا المكان وبوجودكم، وجود الأخوان الإعلاميين،
وإن شاء الله المزيد من العطاء من أرض الضلوعية الطيبة إن شاء الله. شرفتونا بحضوركم وإن شاء الله يعني يكون بصمة متميزة لمدينة الضلوعية وتكون أصواتكم وعدساتكم ناقلة لما موجود بهذه المدينة إن شاء الله. أتمنى لكم الموفقية. حضوركم الله يسلمنا وحضوركم متميز بهذا المدينة. شكرا جاسم إن شاء الله الموفقية لكم. ممنون. شكرا جزيلا. كلجنة منظمة كيف وجدتم حضور المواطنين من أبناء ضلوعية المناطق المحيطة لهذا المهرجان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المهرجان يوما كل سنة يتجدد بحضور الجماهير من خارج وداخل المنطقة، حقيقة حضور مشرف، كل سنة يزداد شيئا فشيئا، وآلية التنظيم بدأت تتحسن شيئا فشيئا، الأمور طيبة وتسير والحمد لله، حضور المشاركين يزداد، حضور الناس اللي جاي تحتفل معنا يزداد، أيضا موجودين 150 مشارك تقريبا، موجود 150 صنف. أصناف التمور الموجودة هي أغلبها البرحي، الزهدي، العجوة، المجهول، البرام، أم الدهن، أم البلاليز، يعني أصناف كثيرة، تقريبا 700 صنف موجودة بالعراق، بس حاليا متوفر بمنطقتنا الزراعية تقريبا 150 إلى 250 صنف. نطالب الجهات الحكومية بدعم هذه المنطقة كونها منطقة زراعية ونهر دجلة يحط بها من جميع الجهات. نعم، هل تطالبون بدعم حكومي للمهرجان اللاحق إن شاء الله؟ بالنسبة لفكرة المهرجان هي فكرة مستوحاة من جهود ذاتية ولا يوجد لها أي دعم من منظمة أو مسؤول أو حكومة. يعني احنا على سبحانه مثل ما تقول منطقه عربيه بجهودنا الذاتيه نقيم بهذا المهرجان ونحتفل احنا وياهم حتى لا يكون المهرجان مسيس الى جهه خاصه. بارك الله فيكم وان شاء الله مهرجان ناجح إن شاء الله. ومعكم يكون الختام، نتمنى ان وجودكم استاذ. نعم. وجودكم وجود الاعلام طبعا له دور كبير بنجاح المهرجان كل سنه، الاعلاميين دورهم فعال، الإعلام نصف المعركة. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله إن شاء الله، نتمنى الموافقية وإن شاء الله من مهرجان إلى مهرجان، نتمنى أن نكون قد وفقنا بتغطيتنا لمهرجان التمور في الضلوعية بعرض كميات التمور ونوعيات التمور الموجودة، ونلتقيكم إن شاء الله العام المقبل. جزاكم الله خير. في أمان الله. أهلا وسهلا.